إخوتي أهلا بكم في قناة مكاسب الإنترنت مع فيديو جديد. قبل أن أبدأ الشرح أود منكم أن تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتضعوا لايك الفيديو وتشاركوا هذا الفيديو بين أصدقائكم. اليوم أتيتكم بموقع رائع لجمع العملات الرقمية. هذا الموقع يشبه الموقع الذي شرحته من قبل وهو BTC وفري BTC. هذه الموقع تجمع بسخاء العملات الرقمية. طريقة التسجيل سهلة جدا، تضغطون على ريجستر هنا، تضعون الإيميل، اسم المستخدم، كلمة سر، تعيدون كلمة سر، تتخطون الكابتشا، تضغطون على ريجستر. لتفعيل الحساب يجب أن تذهبون إلى الإيميل، هنا إلى سبام، هنا نضغط عليه، نضغطون هكذا. هنا نضع كلمة السر، اسم المستخدم، هكذا نضغط على لوجين. هذا هو الحساب إخوتي. إخوتي عندما تدخلون إلى الموقع اذهبوا إلى الداشبورد، وضعوا عناوين المحافظ المربوطة بالبوزيتيف للعملات التي تريدون أن تعمل عليها. مثلا إذا أردتم العمل على الدوكوين أو البيتكوين، ضعوا عنوان المحفظة من هنا، تذهبون إلى البوزيتيف، تضغطون على الديبوزيت، مثلا أنا أريد العمل على الدوكوين، سأضغط هكذا. سنعود إلى الموقع، نضعها هنا هكذا، ثم نضغط السيف. لقد تم حفظ هذا العنوان. طريقة عمل الموقع، تجمع التوكن، الآن لديك 18300 توكن، تضغط على كليم ضوء، هي عبارة عن روابط مختصرة إخوتي، هكذا مثلا تأخذ هذا 600 هكذا، انتظر قليلا، نتخطى هذا الرابط المختصر هكذا. نضغط هنا كليك هاتو كونتينيو هكذا، ننتظر بعض الثواني. جيت لينك هكذا، هيا اخوتي 300 للسحب من هنا، ويلدراو. تحول مباشرة إخوتي، 300 توكن هذه عبارة عن 0.42 دولار. الإحالة يعطيك 10% لكل من تسجل عبر رابطك ويعمل في الموقع. لايك للفيديو إخوتي إن عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.